السلام عليكم يا دكاترة، معاكم دكتورة ندى داوود، صيدلانية وإحصائي طبي. النهاردة هيكون ميعادنا مع أول جزء في السلسلة بتاعتنا، وهو إزاي هنقرأ البيبر بشكل يحقق لنا أقصى استفادة من البيبر ونفهم البيبر كويس بإذن الله. حبيت النهاردة إن يكون السيشن عملي أكتر، يعني يكون معانا بيبر هنقراها فعلا في السيشن. أتمنى إن أنتوا كلكم تستفادوا بإذن الله. أول جزء بنبتدي في قراءته في البيبر هو العنوان. العنوان هيوضح لي حاجات مهمة جدا في البيبر لو مكتوب إن شاء الله بشكل مظبوط. المفروض إن العنوان بيتكتب فيه الستادي ديزاين. الديزاين بتاعت البيبر دي معمولة إزاي؟ هل هي observational study؟ هل هي clinical trial؟ هل هي meta analysis؟ وغيرها من الستادي ديزاينز المختلفة اللي هنقابلها إن شاء الله بعد كده في المحاضرات الجاية. برضه بيوضح لي الدواء اللي موجود في البيبر دي، هل التجربة دي معمولة بإيه الدواء اللي محطوط في التجربة دي؟ وكمان بيوضح لي مين هم السبجكت بتوعي. السبجكت هم الناس اللي اتعملت عليهم التجربة، أو يعني التجربة دي معمولة، هل هي التجربة دي مثلا معمولة على أنيمال سبجكت ولا معمولة على هيومن سبجكت؟ ده المفروض إن يبان معايا في العنوان. الناس دي هل هي مريضة بمرض معين ولا لا؟ دي حاجة. كمان أحيانا في بيبرز بتكون معمولة في دولة معينة أو في مستشفى في مكان معين، فبرضه ممكن بتبقى واضح في التجربة لو هي معمولة في مكان معين ممكن بتتكتب في العنوان. طيب نبتدي نشوف كده مع بعض. أول حاجة معانا كوهارت ستادي، يبقى أول حاجة قابلتني هنا الستادي ديزاين. الديزاين بتاعي هنا هو كوهارت ستادي، هو كوهارت اوبزرفيشنال ستادي، وده ان شاء الله باذن الله هيبقى اسهل كتير لما نيجي نشرحه قدام. To evaluate the effect of vitamin D, magnesium and vitamin B12 in combination. يبقى انا كده واضح عندي مين الادويه اللي داخله في التجربه، فيتامين دي، ماجنيزيوم اند فيتامين بي 12. هل الثلاثه بيتقارنوا ببعض او لا، او يعني او كل مجموعه هتاخد دواء منهم؟ لا، الثلاث ادويه دول هيتاخدوا مع بعض in combination. On progression to severe outcomes in older patient with coronavirus COVID-19. يبقى هنا واضح عندي مين السبجكت بتوعي. السبجكت بتوعي هم أشخاص كبار في السن، وبالتالي أنا عرفت تقريبا الفئة العمرية بتاعتهم مش هيكون لا شباب ولا هم أطفال، فأنا الأشخاص دول كبار في السن وعندهم المرض بتاعهم هو الكورونا فيروس. ونحن عايزين نشوف هل هيكون في سيفير اوت كام. احنا لسه لحد دلوقتي مش عارفين ايه السيفير اوت كام دي، ان شاء الله توضح لما نبتدي نقرا الاجزاء اللي بعد كده. يبقى احنا كده طلعنا من التايتل، الديزاين، السبجكت بتوعي هم مين، الدواء اللي داخل في التجربه هو مين، وهل الناس دي كانت مريضه مثلا بمرض ايه. طيب من الحاجات برضو الحلوه جدا ان احنا نقراها ونبص عليها في البيبر في البدايه هي الكي ووردز. الكي وورد زي فيتامين دي، مغنيسيوم، فيتامين بي 12 وكوفيد 19. احنا لما بنبتدي ندور على بيبر بندور بالكي ووردز اللي احنا عايزينها. وحاجه مهمه كمان، البيبر يعني التايتل بتاعها المفروض انه بيكون فيه يعني الكي ووردز اللي في البيبر او اهم الكي ووردز اللي في البيبر عشان يسهل عمليه البحث. يعني كل ما كنت انا حاطط الكي ووردز في البيبر زي ما احنا شايفين، حاطط الفيتامين دي، حاطط المغنيسيوم، حاطط الفيتامين بي 12 وحاطط الكوفيد، فبالتالي ده سهل يعني لما يبتدي باحث تاني يدور على البيبر هتظهر له البيبر بتاعتي بشكل اسرع. تمام. تاني حاجه بنحب نبص عليها جدا هي الابستراكت. الابستراكت ده يعني ملخص الحكايه، زي ما التايتل هو عنوان الحكايه او عنوان البيبر، الابستراكت هو الملخص بتاعها. الابستراكت فيه من كل حاجه في البيبر، فيه من الهدف بتاعها، الجزء من الميثودولوجي بتاعتها، الطريقه اللي اشتغلوا بيها ايه، في من الريزلت النتائج برضو، دي كلها نبذات مختصره عن كل حاجه في دول، والكونكلوجن وهو الخاتمه يعني زي ما بيقولوا، او هنا قال لي ايه اللي لقوه في البيبر. في بيبرز بيكون فيها الكونكلوجن ده اخد سيكشن لوحده، ولما بيكون اخد سيكشن لوحده بيبقى يعني فارد له مساحه اكبر، وبيكون حلو جدا ان احنا نقراه، يعني بنعرف في الاخر البيبر دي لقيت ايه. تمام.
هنبتدي هنا مع الابستراكت اول حاجه هي الاوبجكتيف. الاوبجكتيف هو هدف التجربه، التجربه دي معموله ليه. The aim of this study was to determine the clinical outcomes of older patients with coronavirus COVID-19 who received the combination. يبقى الهدف بتاع التجربه لحد دلوقتي احنا فهمنا ايه، ان هو عشان يشوف اللي هيحصل للناس الكبيره في السن اللي عندهم كورونا فيروس واخدوا الكومباينيشن اللي هو بتاعنا من فيتامين دي ومغنيسيوم وفيتامين بي 12. الكومباينيشن ده بعد كده هيرمز ليه بالبي ام الدي ام بي، وهنلاقيه بعد كده يعني كل الكلام بعد كده عليه مش هيقعد يكتب بقى الاسم الطويل ده، هيكتب الدي ام بي. فلما نشوف الدي ام بي نعرف ان هو ده الكومباينيشن بتاعنا. كومبيرد ويز سوس هو ديدنت، مقارنة مع ناس ما خدتش. يبقى انا عندي دلوقتي استفدت من الايم بتاع التجربة ايه؟ ان انا عندي مجموعتين مقارنة، مجموعة هتاخد الكومباينيشن بتاعي ومجموعة مش هتاخد. المجموعة اللي مش هتاخد دي احنا دايما بنقول عليها مجموعة الكنترول، مجموعة الكنترول. نكمل الايم برضو، we hypothesize that fewer patients administered this combination would require oxygen therapy, intensive care support, or combination of both than those who didn't. هم حطوا فرضية، الفرضية بتاعت الدراسة دي أي دراسة بتتعمل بتبقى قايمة على فرضية. الفرضية هنا بتقول إن عدد أقل من الأشخاص اللي هياخدوا الكومباينيشن دول هيحتاجوا أكسجين ثيرابي انتنسيف كير أو الاتنين، عن الناس اللي مش هتاخد، عن المجموعة اللي هي الكنترول زي ما احنا قلنا. طيب يبقى احنا برضو فهمنا ان غالبا السيفير اوت كام اللي هو بيبص عليه وده اللي احنا ممكن يعني احنا بنسميه الاند بوينت بتاعتنا هيكون الاكسجين ثيرابي والانتنسيف كير سبورت او الاثنين مع بعض. طيب نبتدي ندخل نشوف الميثودولوجي او الميثود. This was a cohort observational study زي ما احنا قلنا انها cohort study وعرفناها من العنوان، وهو دي observational study. Of all consecutive hospitalized patients with age بتاعهم كام؟ More than or equal 50 years of age. يبقى احنا عرفنا ان دول اشخاص موجودين في المستشفى عمرهم زي ما احنا قلنا ان هم older patients، بس احنا ما كناش عارفين الفئه العمريه بتاعتهم هتبقى من كام لكام. فهو قال لك اشخاص عندهم 50 سنه او اكتر وعندهم زي ما احنا قلنا كورونا فيروس. طبعا الجزء الباقي من الميثودولوجي اللي حابب يقراه طبعا هم اخدوا الجرعات او الكلام ده كله يقراوا، يعني انا ان شاء الله باذن الله هرفع لكم البيبر عشان اللي حابب يقراه. الريزلتس بتاعتي بتقول ايه بقى؟ الجزء اللي بعد كده اللي هنقراه بين 15 يناير و15 ابريل 2020 وي ايدنتيفايد عندنا 43 كونسيكيوتيف بيشنت عمرهم زي ما قلنا اكبر من او يساوي 50 year of age with coronavirus. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن الفترة اللي هم تقريبا أخدوا فيها الناس كانت الفترة دي من 15 يناير ل 15 أبريل 2020، وكان العدد الحتة دي مهمة برضو السامبل سايز بتاعتي، إن أنا أعرف التجربة دي اتعملت على كام سبجكت، على كام شخص. التجربة دي اتعملت على 43 شخص، وزي ما احنا عرفناها من جزء الميثودولوجي ان اعمارهم كانت 50 سنه او اكتر، وزي ما احنا قلنا برضه ان هم عندهم كورونا فيروس. طيب نقرا اللي بعد كده، هنلاقي 17 بيشنتس عندنا 17 مريض بيسيف الكومباينيشن بتاعنا، زي ما قلنا الكومباينيشن بتاعنا ده خلاص هيترمز له بعد كده على طول بالدي ام بي. 17 شخص اخذوا الكومباينيشن ده before onset of primary outcome and 26 patients عندنا 26 شخص didn't ما خدوش. يبقى انا المجموعه اللي اخذت الكومباينيشن هيبقى المجموعه دي فيها كام شخص؟ فيها 17، والمجموعه الكنترول فيها 26. وبرده اللي حابب يكمل قرايه يكمل، بس احنا هنتوقف عند الحته اللي فيها ارقام دي، انا بحبها طبعا بطبيعه ان انا احصائي، بس يعني الحته دي هنتوضح حاجات حلوه ان شاء الله. نبتدي من اول هنا، fewer treated patients than control require initiation of oxygen therapy during hospitalization. وكان البي فاليو عندي واداني نسب، فقال لك ان عدد اقل من الاشخاص التريتد اللي هم اخذوا الكومباينيشن بتاعنا لان يعتبر كده ده التريتمنت بتاعنا، عن الاشخاص الكنترول اللي ما خدوش حاجه.
اتفقنا ان الكنترول هم اللي ما خدوش حاجه. require initiation او احتاجوا اكسجين ثيرابي اثناء ما كانوا في المستشفى. طيب عايزين نشوف النسب دي، قام حطها لي 16 17 و6 من 10 ل 61 و5 من 10%، يبقى عدد اقل ولا لا؟ دول طبعا بالترتيب التريتد بيشنت اللي هم 17 و6 من 10، والناس المريضه ناس الكنترول سوري اللي ما خدوش خالص هم ال 61 و5 من 10%. فطبعا واضح فرق النسب ده. والبي فاليو بتاعتي طبعا 0.006 هي اقل من 0.05، فبالتالي انا عندي significant difference بين المجموعتين. تمام. الدي ام بي اكسبوجر ووز اسوشيتد وذ اودز ريشيو، دي برضو قال لي الاكسبوجر التعرض او يعني لما نيجي نتكلم ان هم اخذوا يعني الدواء كان مرتبط الاودز ريشيو. الاودز ريشيو بتاعتي كام؟ 0.13، وقال لي الكونفيدنس انترفال بتاعها، وكمان 0.2 والكونفيدنس انترفال بتاعها فور اوكسجين ثيرابي انتنسيف كير سبورت اور بوست اون يونيفاريت اند مالتي فاريت اناليسيس ريسبكتيفلي. الارقام دي ارقام اليونيفاريت والمالتي فاريت اناليسيس، وطبعا دي حاجه احصائيه اكتر، بس احنا يهمنا في النقطه دي ايه؟ الرقمين دول، الرقمين دول بيقولوا لي دول الرقمين دول زي ما احنا شايفين هم اقل من واحد. ولما الاودز ريشيو تكون اقل من واحد، اذا الدراج اللي انا باخده او الحاجه اللي اصلا معمول عليها التجربه مرتبطه ب decreasing او reduction. هي كانت decreasing او reduction ايه؟ decreasing او reduction لاحتياجهم للاكسجين ثيرابي او الانتنسيف كير سبورت او الاثنين. فبالتالي احنا الاودز ريشيو بتقول لي ان الكومباينيشن ده الناس اللي بتاخده بيبقى عندها اقل احتياج للاكسجين ثيرابي والانتنسيف كير سبورت او الاثنين مع بعض. الكونكلوجن، ودي يعني الخاتمه. وات ذا بيبر فاوند، البيبر دي لقيت ايه؟ الملخص النهائي بتاعي بيقول لي ان فيتامين دي ومغنيسيوم وفيتامين بي 12 الكومباينيشن ده ان اوردر ان اولدر كوفيد 19 بيشنت ووز اسوشيتد ويز سيجنيفيكانت ريدكشن، زي ما احنا قلنا احنا شفنا ريدكشن اهو، ريدكشن ان ذا بروبورشن اوف بيشنتس ويز كلينيكال ديتريوريشن ريكوايرنج اوكسجين سبورت انتنسيف كير سبورت اور بوث. This study support further larger randomized control trials. اللي هنا بيقول لي ان الكومباينيشن بتاعي كان مرتبط زي ما احنا زي ما النتائج بينت قدامنا، سواء كان من نتائج الارقام اللي هنا او من الاود ريشيو، قال لك ان مرتبطه بريدكشن لاحتياجهم او ريدكشن لديتريوريشن ان هم يحصل لهم تدهور الحاله يعني، وان هم يحتاجوا اكسجين سبورت او انتنسيف كير سبورت حتى او الاثنين. طبعا التجربه بتاعتنا احنا قلنا السامبل سايز بتاعتها كانت مش كبيره، كانت اصلا 43، فدي يعني ما نقدرش ان احنا نكون شور قوي كده. احنا التجربه دي تدينا دلاله او استدلال هيكملوا عليه الناس بعد كده في شكل larger randomized control trials. الكنترول ترايلز بيكون الاعداد فيها طبعا اكبر بكتير من الاعداد الصغيره اللي احنا بنتكلم فيها. وان شاء الله برضه لما نتكلم على الديزاين ويجي فكره الكنترول ترايلز هيوضح برضه النقطه دي اكتر. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. احنا لحد هنا عرفنا تقريبا يعني معظم البيبر بتتكلم عن ايه، وممكن نكون خلاص وصلنا. هل البيبر دي فيها السؤال اللي انا بدور عليه؟ يعني لو انا بحب ادور على حاجه معينه، هل البيبر دي فيها الحاجه اللي انا بدور عليها؟ فكمل قرايه بعد كده وشوف حاجات تانية وادور في حاجات تانية، وان شاء الله ده اللي هنتكلم فيه المره الجايه. هنكمل قرايه البيبر في نقط تانية نشوف برضو هنقراها ازاي بشكل ملخص فيها برضو، ولا خلاص انا مش مهتم اصلا بالموضوع اللي بتتكلم عنه البيبر فاشوف بيبر تانية. وان شاء الله المره الجايه هنكمل الكلام في نفس النقطه بتاعه قرايه البيبر. اتمنى ان تكونوا استفدتوا النهارده، وفي انتظار اسئلتكم وتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.